بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بإذن الله هنبدأ فيه اللي هو lateral torsional buckling of the beam، يعني بيحصل torsion في الكاميرا وحركة lateral. الموضوع الثاني، إزاي تقدر تعمل design analysis for beams and how to get LB plastic وLR اللي هو الطول المحدد بين الإلاستيك والإلاستيك and limiting values اللي هي الأرقام المحددة بواسطة الكود اللي هو AISC American Institute of Steel Construction، وده مصحوب بSolved Example. نبدأ بإذن الله. كنا اتكلمنا عن اللاترال باكلينج بالنسبة للويب والفلانج، نقول إن هو بيعتمد على المعاملات لامدا اللي هي بتتعلق بطول الفلانج وسماكتها وارتفاع الويب وسماكته. الموضوع الجديد دلوقتي بيكون عندنا كاميرا ممسوكة من الطرفين، ونتيجة البندينج مومنت بيحصل فيها حركة أفقية مع دوران زي ما حضرتك شايفين. يعني رغم هو بيقول consider the compression zone of the laterally unsupported beam، الكاميرا دي laterally unsupported يعني تقدر تعمل ايه حركة خارج يعني في البلان، تقدر تتحرك خارج البلان بتاعها، هي ممسوكة من الاول ومن الاخر. فبيقول لك مفروض ان points A and B are equally stressed، يعني الموجودين على نفس المستوى مفروض عندهم نفس الستريسز. Imperfection in the beam and accidental eccentricity in loading actually result in different stresses in A and B. Furthermore, residual stresses as discussed in chapter 6 continue to unequal stress across the flange width. اللي بيحصل انه نتيجة الimperfection يعني في مشاكل في التصنيع ووجود residual stresses فبينشأ stresses في ايه مخالفة للستريس بتاع B، وبيحصل torsional وحركة بيحصل دوران في الكمبريشن فلانج A و B. واحنا قلنا انه الكمبريشن فلانج بيتحرك افقي واللور فلانج بيبقى under tension بيحاول انه يرجع، فبيحصل lateral rotation. وهو تعريف اخر بالنسبة لشوم بيقول as the name implies lateral torsional buckling is the overall instability condition، هذا من عدم الاتزان الكلي للكاميرا، وبيحصل فيها twisting لف متزامن للممبر ولاترال باكلينج زي ما حضرتك شايفين. ده الشكل اللي هو يعني عشان يبين ان كانت الاي بيم موجوده في المستوى، واللي حصل ان هي الكومبريشن فلانج طلع فوق اتحرك حركه افقيه، وبينما ان اللور فلانج اتحرك حركه افقيه لكن معدل اصغر، حصل lateral buckling فالقطع لف، وفي نفس الوقت فان الخط المارر بالويب بيعمل زاويه فاي مع الاوريجينال بوزيشن. وقال لك to prevent lateral torsional buckling a beam must be braced at certain intervals against either twisting or lateral displacement of the compression flange. ده الكاميرا اصلا اللي بيحصل فيها كده بتبقى ممسوكه من الاول ومن الاخر، ولكن بيحصل لها باكلينج في الاتجاه العمودي على المحور الطولي بتاعها، فلازم يتعمل لها بريسنج عشان تمنع عمليه الروتيشنال وعمليه اللوكال باكلينج. وبيقول لك على العكس unlike the bracing of the column which requires another structure member framing into the column، لازم بالنسبه في حاله العمود عايز another framing عايز عضو ثاني متقاطع معاه. بيقول لك the bracing of beams to prevent lateral can be minimal، يعني موضوع بسيط جدا زي ما هنشوف مع حضراتكم. عملية التورشنال lateral torsional بيتولد عليها ان الكومبوننت بتاع المومنت بيطلع له torsional مومنت زي ما حضراتكم شايفين في مكونات للبندنج مومنت اللي كان اصله في الوضع الاساسي كان بندنج مومنت عادي، فبنتيجة الدوران ده في التوب فيو حصل تقويس، ولما بياخد سيكشن AA ده الوضع النهائي بعد عملية الدوران بيحصل تورشنال مومنت ولو ثلاثة كومبوننت
زي ما حضرتك شايفين. موضوع البريسنج، موضوع البريسنج ان حتى السكندري بيم، يعني اذا كان دي المين بيم، ادي الكاميرا عشان تعمل لها لاترال بريسنج، ممكن بنحط عليها سكندري بيمز، فبتعمل سكندري بيمز دي بتخلي الكيرفتشر بدل ما بياخد الديفورمد شيب من الاول للاخر، فبيحصل ان الديفورمد شيب بيتقلص وبيبقى ريستريند. فبيقول لك بوينتس A and B and C are restrained from deform laterally by the secondary beams and the connection at the columns. ولما بتمسك في العمدان والسكندري بيمز الكاميرات الثانوية. دلوقتي احنا عندنا وضع جديد يختلف عن الكومباكت والنون كومباكت سيكشن. ابتدى عندنا ثلاثة ريجون بس الشكل مشابه للشكل اللي حضراتكم شفتوه في المرة اللي فاتت، بس بدل ما كنا بنحط في المحور الأفقي لامدا والنقطة هنا لامدا باكلينج ولامدا ار، هنا هنتكلم عن ال LB اللي هو الباكلينج لينث، وال LR اللي هو الانبريسد لينث which is the boundary between the elastic and inelastic. هنا elastic buckling وهنا inelastic buckling وهنا البلاستيك هنج. نفس الخط ده اللي هو ال M nominal هنا بيساوي M بلاستيك اللي كانت بتساوي F yield في ال في الزد اكس، حيث ان الزد اكس اللي هو البلاستيك سيكشن مودولس، والنقطه دي اللي هي الار اللي هي الامبريست مومنت اللي برضه بيساوي 0.7 اف ييلد بس مضروبه في الاس في الاس اكس اللي هو الالاستيك سيكشن مودولس. يبقى هنا عندنا خط وخط اخر مايل، وبعدين الجزء ده بيبقى كيرفتشر اللي هو بيمثل الالاستيك باكلينج. يبقى عندنا الجزء الخط المستقيم يمثل بلاستيك هنجينج، والجزء الخط المايل بيمثل ان الاستيك باكلينج، والجزء الاخير يمثل الاستيك باكلينج، وكل واحده من هذه الخطوط ممثله بمعادله خاصه. بيخش معانا عنصر اسمه السي بي او البيندينج كوفيشنت ديفايند في المعادله دي. كان في معادله قديمه بس المعادله الحديثه حضراتكم هتشوفوها في ليندبرج والاشكال المختلفه للسي بي، ان هو بيساوي 12.5 ام ماكس على 2.5 ام ماكس زائد 3 ام اي زائد 4 ام بي زائد 3 ام سي في الار ام اقل من او يساوي 3. ان شاء الله هنتعرض لها ده في وقت اخر، انه مجموع هنا 12.5 اللي في البسط بيساوي مجموع الفيجرز اللي تحت. هنشوف ان 3 زائد 4 ب 7 زائد 10 زائد 3 ب 10 زائد 2.5 12.5. الام ماكسيمم اللي هي الماكسيمم مومنت في الكاميرا، بتتقسم الكاميرا الى 3 ريجونز، وعند كل ريجون بنحسب بيني مومنت. ان شاء الله هنتطرق لها بشكل افضل ومصحوب بامثله. دي المعادلة القديمة ان سي بي كانت بتساوي 1.75 زائد 1.05 ام 1 على ام 2 زائد 0.3 ام 1 اوفر ام 2 اول سكويرد، لازم تكون اقل من 2.3. الجزء الاولاني بيدي لك في المسألة ان السي بي تساوي 1، ولكن السي بي نتيجة البريسنج هتبقى ممكن اكتر من 1، لكن المرحلة الاولى من الاسئلة كانت ان السي بي بتساوي 1. فدي الحالة اللي هي السي بي بيساوي 1، برضو نفس التلات اشكال. ادي الام بي وده الجزء المايل اللي هو الام ار 7/10 اف يلد اس اكس، وده الجزء المايل. لما السي بي اكبر من 1 الخط ده بيمتد شوية بدوتت لاين، والخط المستقيم ده بيطلع بمعدل النسبة بين السي بي في وضعه اللي هو اكتر من 1/1، وبعدين بيلف اللفة التانية بتاعته. دلوقتي اهم حاجه بالنسبه لنا ازاي نجيب العلاقه بين البريسنج لينث والال بي والال ار، وازاي نقدر نحسب الال بي بالنسبه للشكل اللي شايفينه حضراتكم في وجود ان السي بي بتساوي 1. الخط المستقيم المائل هو موصل بين نقطتين، النقطه الاولانيه اللي هي الام بي قيمه المومنت في عند الفاكتور ال بي، والقيمه دي اللي هي 0.7 اف يلد اس اكس،
الام نومينال لاي نقطه، اذا تصورنا البريسنج لان سياقه بين الاثنين، فان قيمه الام نومينال بتساوي الام بي الكبيره مطروحه منها الجزء اللي هو ده، وبالتالي ام نومينال بتساوي ام بي ناقص 7 من 10 افيد اس اكس على الجزء المستقيم اللي هو السلوب لكل وحده، ام بي ناقص 7 من 10 افيد اس اكس على ال ار ناقص ال بي، بنضربه بعد كده في المسافه اللي هي الفرق بين ال بي ناقص الكابيتال بي. ايه المحددات بتاعتنا؟ فقال لك ان ال بي بتساوي الراديوس اوف جيريشن في اتجاه الواي. ليه؟ لان الباكلينج بيحصل في الويك اكسس مضروبه في 300 على جذر اف فيلد، وبيستعرض قدام حضراتكم قيم الاف فيلد وما يقابلها من ال بي. فمثلا اذا كان الاف فيلد بتاعنا 36 كيلو باوند بير سكوير انش، فهنقول ار واي في 300 على جذر 36، وبالتالي هيكون 50 ار واي، وفي حالة ال 42 هيبقى ار واي في 300 على جذر 42 يعني 46.3، نهاية ب 65 اللي هو هيساوي ار واي في 300 على جذر 65، هدينا 37.2 مضروبة في الار واي. اشكركم ونستكمل بإذن الله في المرة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.